من اليقين أن تعرف أن الله ألطف من أن يترك قلب عبدا مكسورا ولا يجبره. فإن وجدت الله وجدت كل شيء، وإن فقدت الله فقدت كل شيء. أهلا وسهلا بحضرتكم في يوم جديد من أيام الشهر المبارك تنعاد علينا وعليكم الأيام بألف خير، حلقة جديدة من إحنا لبعض. منورني ومشرفني فيها فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي، مستشار الإعلامي والديني لمؤسسة فاعل خير. أهلا وسهلا. عفوا الديني، عفوا سامحني الديني. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. منورني يا مولانا. ربنا يبارك فيك وربنا يبارك لنا في الساعات القليلة الباقية من الشهر الكريم، وتعودها علينا وعليك وعلى الأمة المصرية كلها وعلى قادتها وجيشها وشعبها. اللهم آمين. وشرطتها بكل خير وأمن وأمان، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأيام الطيبة والساعات المفترجة الكرب عن الأمة يا رب العالمين. طمن الناس كده يا مولانا، امبارح انتوا كنتوا في الفيوم بتكملوا بقى الوصلات. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا هاخد الخيط من المقدمة الرائعة اللي حضرتك قلتيها. تفضل. من اليقين أن يعلم الإنسان أن الله ألطف من أن يرى قلب عبده مكسورا ولا يجبر. اسمحي لي ان انا اغش الجملة الجميلة. انت الاستاذ وانا التلميذ. ربنا يبارك في حضرتك. احنا امبارح كنا في الفيوم في سفرة بنسميها سفرية جبر الخاطر. رحنا للناس لقناهم يبكون، فبنبقى سعدة جدا لما بنقعد مع الناس وهم يفرحون، لانه العبد اللي بيدخل السرور على قلب العبد اللي قدامه يبقى عبد فيه اتفاقية بين قلبه وبين الايد السفلى، القلب. ليست العلاقة في الصدقة بين يد ويد، ولكن العلاقة بين قلب يعطي ويد تأخذ. فالله سبحانه وتعالى اكرمنا كرما لا مثيل له. امبارح لو احنا بندخل وصلات المية في رمضان وكانت درجة الحرارة في الفيوم اكتر من 47 درجة، الله يعينكم ويجزيكم خير يا رب. احسن حد فينا كان بيمشي في ظل الحيطة، لان ما هناكش شجر في الشارع على اساس انه يتقي بوجهه في الظل. الحمد لله رب العالمين. مؤسسة فعل خير مؤسسة ولدت عملاقة، ذهبت إلى الأهوال في جميع أرجاء الجمهورية، وسافرت في سفريات بعيدة جدا 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 لتجبر خاطر مكسور أيا كان مكانه، سواء كان هنا أو هناك. طيب. سواء كنا في سفرية لحفر بئر، أو سواء كنا في سفرية لتوصيل وصلة المية، علما بأننا لا نفعل شيئا من تلقاء أنفسنا، ولكن مأمورون أمرا لا بد وأن يستجاب من جمهورنا الحبيب عشان نسعدهم، عشان يعرفوا أن صدقتهم وصلت لمستحقها فعلا، سواء كانت 30,000 اللي هو حطهم لحفر البئر، أو سواء كانت 3,000 اللي حطهم في إيصال وصلة مية اللي بنسميها عداد مية، اللي بيسموها ده احنا عاوزين حتة وصلة مية عشان نسعد بيها. والحمد لله رب العالمين، احنا راضيين على مستوى أدائنا، وبنبشر كل حبايبنا ان احنا إيصالنا غير مبهم، إيصالنا عليه اسمنا، إيصالنا عليه تاريخ الشهر بتاعنا، إيصالنا عليه ختم المؤسسة. أي إيصال ليس عليه الثلاث حاجات دول، تاريخ الشهر والاسم والختم، لا علاقة لنا به. طيب، عايز أتكلم مع حضرتك عن واقع الخير على قائمين الخير. إيه اللي بيخلي البني آدم الخير مختلف عن البني آدم اللي ما بيعملش خير؟ ده بيبقى محسود حضرتك من الناس اللي ما بيعملوش الخير. لما بيجوا يتكلموا يقولوا ده فلان ده بسم الله ما شاء الله بيعطي عطاء، بيقولوا بسم الله ما شاء الله. وكويس ان هم بيقولوا بسم الله ما شاء الله، لان كلمة بسم الله ما شاء الله تمنع الحسد، وتمنع الحقد، وتمنع السحر، وتقي الانسان من الاه
اللي حضرتك نبهتيني عليها قبل كده هو الشهقة. أيوه. الشهقة في الخير احنا عاوزينها. أيوه. لكن الشهقة في الشر ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شرها سواء كانت من الإنس ومن الجن يا رب العالمين. فاعل الخير، مؤسسة فاعل الخير بتحط ايدها في ايد فاعل الخير عشان نوصل كلنا لبر امان يفك الله الكرب فيه. بر الامان الله يفك به الكرب، الله سبحانه وتعالى ييسر به الامر. انت بس بتجيب الكلام ده وعشان بس انت كده يعني بتتكلم في الصدقة؟ لا، طب اقرا سورة الاعلى. الله لما يبقى الآية دي في سورة الأعلى لأن القدر فيها أعلى، لأن معطي الأجر فيها هو الرب الأعلى. قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني أنا لما بقول المتصدق ربنا سبحانه وتعالى هيسر أمره، يبقى ده قرآن. لما أقول ربنا سبحانه وتعالى هيجبر خطره، يبقى ده قرآن. لما أقول ربنا سبحانه وتعالى هيتولى أمره، يبقى ده قرآن. يعني ومن أصدق من الله قولا سبحانه وتعالى. نشوف تقريرنا الأول ونرجع ليكم مرة تانية، ابقوا معنا. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير، انت فاعل خير. هذا البئر وهذا المكان وهذا المسجد فرحانين النهاردة بالصدقة كما لو كنا في فرح كبير خالص. احنا الحمد لله لقينا مية توضأ ونشرب مية، لقينا في اسفلت يعني في حية واحد يمشي يودي هاله بسيرة يجي يتوضأ هنا ويصلي في المسجد يشرب مية. الحمد لله المية صبحت توفر الحمد لله وخير الحمد لله. مد ايديك معايا مفيش مقدرش مفيش كفاية، فكرة صغيرة بتتغير حاجات كتير. هنيئا للمتصدق وهنيئا لمن وصلت له الصدقة، وهنيئا لكم جميعا أنكم تشاهدون اليوم هذه الفرحة. ما تعودناش في الخير نفاصل ولا بنساعد باللي فاضل، ما بنبخلش بأغلى شيء نقدر عليه. قدم خيرك بضمير مسامح ده اللي في إيدنا يومين ورايح، لكن الخير هيفضل عايش سنين كتير. صراحة يعني ربنا يجازي هذا المتبرع كل خير وربنا يجعله في ميزان حسناته. والبير ده يعني بير ضخم 150 طن وتعمل يعني في مسافة قريبة يعني بجهود، صراحة جزاهم الله خير. والمسجد ده من فترة من حوالي كم سنة ما فيش مية حواليه خالص، والمية دلوقتي الحمد لله موجودة. ولا قل شيء في يوم بالعكس لحنة الأيام. أولا نحن بنشكر جميع مساهم في الخير، وبنشكر مؤسسة فعل خير، وبنشكر قناة سادة البلد، وبنشكر الناس اللي هي تبرعت يعني جزاهم الله خير. يعني قلنا هنا من أقل من شهر ما كانش فيه مية هنا. على فكرة المسجد ده فيه أكثر من 50 طالب كتاب تحفيظ قرآن، فيهم من تجاوز 7 أجزاء وفيهم من 8 وفيهم من دخل على 10. وأكبر مشكلة كانت بتواجه العيال زي ما أنتم شايفين مشكلة المية، وإحنا بنشكرهم جميعا. جينا نشوف حال الناس هنا ايه وقد ايه محتاجين بئر الماء ده وحنفيات الماء دي عشان يشربوا منها ويتوضوا. كل هذا العمل في موازين حسنات المتصدقين بإذن الله سبحانه وتعالى. يبدأ خيرك مش مستني فرصة تجيلك، بتسبق دايما بخير من غير حساب. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير، انت فاعل خير. اقل شيء في ايديك يبلك صغير بكله في قلب الناس تأثير كبير. عايزة احكي انا بقى السادة المشاهدين حكاية المتبرع ده وحكاية البير ده، حكاية من الاتنين، من الراجل والسيدة
اللي تبرعوا ومن المؤسسة فاعل خير. الحاصل كالآتي: أب فقد ابنه فقرر إن هو ما ينساهوش أبدا، والأم متمسكة وواثقة إن يعني عندها يقين كبير قوي في ربنا سبحانه وتعالى إن هي مش محتاجة أكتر ما هي تعمل له خير كتير. طيب ده الأب والأم، الله يرحم ابنهم ويدخلوا فسيح جناته يا رب. مؤسسة فعل خير بيوصلها التبرع مقابل وصل مختوم من عندهم بسيريال نمبر. الأكيد ما بيعملوش بير كده والسلام، لا، يبقوا أمينين قوي على يعني كل جنيه بيظهر. الوصل معايا على الشاشة، الوصل هنلاقيه مختوم يا جماعة بعد إذنكم لكل متبرع بيساهم وبيشوفنا ومقرر يعمل خير وربنا يجزاه كل خير، هتلاقيه مختوم بمؤسسة فاعل خير وفوق بيبقى فيه سيريال نمبر. ده شكل الوصل، صح يا مولاي؟ طبعا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى. احنا المؤسسة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي ومشهرة ولها سابقة أعمال، رغم ان احنا كلنا ما بقلناش سنة ونص مثلا، بس لنا سابقة أعمال تضارع مؤسسات كبيرة جدا، ونتمنى لكل المؤسسات الخير ومؤسستنا كمان ان هي تمشي في ركاب الخير وتفعل الخير بإذن الله، لأنها ما سميت فاعل خير إلا لأنها تضع يدها في يد فاعل الخير لإيصال فعل الخير لمن يريده ويستطيعه ويبغاه بإذن الله رب العالمين. هاي أسأل سؤال ممكن يكون صعب يا مولانا. الأب والأم اللي فقدوا ابنهم وتوفى ربنا وربنا اختاره، هي أمانة وربنا استودعها والموت علينا حق، عملت له بير زي ده، واقع البير ده أو واقع الصدقة الحلوة قوي دي اللي حواليها الأطفال بتشربوا للناس في كل ما الدنيا تبقى حر وطلعوا يلاقوا مية يدعوا لصاحب التبرع، واقعها إيه على الواحد اللي في علم الغيب اللي توفى ده؟ أنا بس حابب كمان أقول لحضرتك إن الشهيد محمد محمود يوسف ده والدته ما هديتش وبطلت بكاء إلا لما شافت الصدقة اللي هي وصلتها باسمه وبدأت الناس تدعي لابنها، لأنها كل بير بتعملوه الناس بتدعي لصاحبها. ده كمان حضرتك في حاجة مهمة كمان، ده المنطقة بتسمى باسم صاحب البير. الله، قابلني عند بير الشهيد محمد محمود يوسف، قابلني عند بير ست فلانة، قابلني عند بير الحاج فلان. حلو قوي ده. فدي شيء. وبعدين احنا خدنا مبادرة ان احنا نركب الماتور على البير ونحط كمان في المية اللي طلع فلتر، على اساس ان الناس دولت اخواتنا في الانسانية واخواتنا في البشرية واخواتنا في الاسلام، لازم نكون كلنا في عقد تراحم بيننا اللي هو المعطي وبينهم اللي هو المتلقي. في حاجة كمان يا مولانا، وعلى أساس إن الصدقة دي راحة لربنا سبحانه وتعالى فلازم تروح على أكمل وجه، ده هدية. صح. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا لميتكم هدية. قالوا: وما الهدية يا رسول الله؟ قال: الصدقة والدعاء. قالوا: الدعاء عرفناه، فما الصدقة؟ قال: عندما يتصدق المسلم يأمر الله جبريل أن ينزل فيأخذ الصدقة بيمينه ويدخل بها قبر المتوفى اللي أنا مديله الصدقة في طبق من نور، ويقول له: هذه هدية فلان لك، فيأخذها الميت ويطوف بها على محيط الأموات ويقول لهم: هؤلاء أهلي لم ينسوني حيا ولا ميتا. عندئذ يحزن الميت الذي لم تهدى له هدية من أهله ويقول: يا ويحي، نسيوني حيا وتركوني ميتا. قال صلى الله عليه وسلم: الميت كالغريق يحتاج إلى صدقة. طيب هسأل حضرتك سؤال، هو مش الميت ده والهدية اللي راحت له دي رزقه؟ رزق من عمله، رزق من كسبه.
قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يفعلها الرجل لنفسه حال حياته، أو يفعلها أبناؤه له بعد موته، صدقة جارية، علم ينتفع به. هو رب دكتور في الجامعة، رب مهندس، رب أستاذ مدرس، كل ده، كل ما ابنه يعلم حد كلمة هذه الصدقة تصل إليه، أو ولد صالح يدعو له. ليه النبي عليه الصلاة والسلام جاب الصدقة في الأول؟ يعني يصل للميت ثلاثة صدقة جارية، لأن الصدقة تتعلق بالغير، فيها رحمة بين القلوب، فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال الراحمون يرحمهم الله، يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، محذرا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يرون المحتاجين ولا يتصدقون عليهم، قال لهم من لا يرحم لا يرحم. لدرجة انه انا مجرد ان انا ادي، مجرد ان انا ادي، دي كبيرة خالص. اليد العليا خير من اليد السفلى. طب ليه انت ما انتش عاوز تبقى اليد العليا؟ الله عليك يا مولانا. نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية. ابكم معنا. يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط، وأعطش ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط. فمن أطعم لله عز وجل أشبعه الله يوم القيامة، ومن سقى لله عز وجل سقاه الله يوم القيامة. عاوزين بيت والله. ربنا تبارك وتعالى وصانا على الصدقة، وربنا تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا على الصدقة، ووصانا على الناس دي، دول عيال ربنا ومحتاجين لك، دول عيال ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وصاك عليهم. دي بيتنا هودي، وشايفين حالتنا هيدي، وادي الحيطان وادي الارضية كلها هيدي، وحياتنا تعبنا خالص. احنا حالتنا تعبانه يا اهل الخير، وعاوزين مساعده، والبيت تعب خالص، وعايزين يسروا لنا حاجه. ربنا تبارك وتعالى بيقول فاستبقوا الخيرات. مين اللي هيسبق ويسابق ويساعد الناس؟ مين اللي هيسبق ويقف بين ايدين ويقف مع الناس ديت ويكون معاهم ويعيشهم عيشه كريمه؟ ونشوف زي ما حضراتكم شايفين مفيش هنا اي مقومات الحياه، مش موجوده، مفيش ميه، ما فيش حتى زي ما انتم شايفين حجارة، اي نوع من انواع القوارض ممكن يعيش هنا مع الناس دي، ما فيش اي مشكلة. احنا ما عندناش برضو توصيلة مية، وبنروح البلد التانية عشان نملة، وادي الجراكن مليانة بنملاها ونخزنها عشان ما بنحن بلد تانية نملة. ما عندناش مية في البلد دي ما فيش مية بتاعتنا، ولا مية وميش، ما فيش مية، وادي الجراكن قدامكم ما بنملاها ونكنها من البلد التانية، فنشيلها ونجيبها عشان ما عندناش توصيلة مية. ربنا يعافينا ويعافيهم، ربنا يكرمنا ويكرمهم ويكرمكم، وربنا يفك كربكم ويداوي مرضكم ويجبر كسركم ويهدلكوا ولادكم ويقبل عملكم. حالتنا تعبانة والله العظيم، البرد مخلينا عيانين ظهرنا وعيانين برجلينا. الله يخش عنكم المرض يا أهل الخير. عاوزين بيت والله. ممكن يكون شكل الصورة اللي طلع مش حلو، مفيهاش حاجة تبهج، مفيهاش لون حيطة حلو، مفيهاش أرضيات حلوة، مفيهاش مفروشات وستائر حلوة، ولكن فيها يقين بالله، فيها إن إحنا كمان لازم دايما نقول الحمد لله على نعمه الكتير، الحمد لله على بيوتنا المفروشة، الحمد لله على بيننا المقفولة علينا، الحمد لله على الأسقف بتاعتنا، الحمد لله على كل نعمة إحنا بنعيشها. منين ما نشوف الناس دي نقول كده، علشان الحمد يحفظ النعمة والعطاء يحفظها من الزوال. صح يا مولانا؟ الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله قبل الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله فيها كل الرضا. حضرتك أنت بتسمعي كلمة الحمد لله من الناس دول،
من الناس المعوزين دول، من الناس المحتاجين لكل كبيرة وكل صغيرة. كلمة الحمد لله بتخلينا احنا نقف عاجزين على ان احنا نشكر الناس دي، وكمان مصرين على انه عشان الرضا بتاعهم ده هم لازم تكون ايدينا على كتفهم، نطبطب عليهم ونمسح دمعتهم. الناس دولت عاوزين، اللي عاوز مية واللي عاوز سقف واللي عاوز كل متطلبات الحياة اللي هي البدائيات، واحد اتنين تلاتة. فعل خير دايما بتسافروا في يوم تركب وصلت وترجع، بتسافروا في يوم تركب وصلت، يعني على مدار الشهر الكريم وعلى مدار وجودكم معانا في احنا البعض. فاضل لكم كم وصلت مياه في القرية دي؟ وعايزة حضرتك تطمن المشاهد اللي بيشوفني انا وانت والارقام اللي ظهر على الشاشة. المنطقة دي فيها ام، يعني فيها قرية كبيرة وفيها ثلاث عزب حواليها، محتاجين فيها 150 وصلة مية زائد اللي احنا عملناه. مش هنجيب بقى، مش كل شوية هنقول احنا عملنا قد ايه وكده، لان الله سبحانه وتعالى هو المجازي. ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يكرم القائمين على المؤسسة، ويكرم كمان عملاء المؤسسة الكرام اللي هم غمرونا بحنية ما نقدرش بصراحة نشكرهم عليها، لأن المجازي هو الله سبحانه وتعالى. لكن احنا بنقول كده لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فاحنا بنشكرهم، وكمان بنفتح لهم صفحة جديدة على 150 وصلة مية، وبنذكرهم كمان يا حبيبي الوصلة ب 3000 جنيه والسقف لأم اليتامى دي ب 5000 جنيه، ب 5000 جنيه بس. كمان بقول إنه المساجد اللي احنا بنشتغل فيها، لان بيبقى المسجد مبلغه كبير شوية، فعملينها اسهم، ممكن ياخد السهم بخمس تلاف جنيه اقله، وممكن يجيب طن حديد منه، وممكن ياخد المسجد كله على اساس انه المسجد يبقى سفينة نجاة ليه يوم القيامة. الا ان بلفت نظر حضرتك لحاجة مهمة جدا، ام اليتامى دول. طب واحنا مالنا بام اليتامى؟ يا نهار ابيض، احنا مالنا بام اليتامى يا أخي، نتمثل بسيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب لما طلع بالليل يتعسس ويشوف الناس واحتياجاتهم، لقى خيمة وفيها أصوات كتيرة جدا بكاء، فاقترب من الخيمة لقى أم حط حلة كبيرة وبتولع تحتها النار، فقال لها أسكتي هؤلاء؟ قالت له إنهم يتامى، بنات يتامى، عندي أربع بنات يتامى. قال لها طب هم بيبكوا ليه؟ قالت أعللهم. قال وماذا تطبخين لهم؟ أنت بتطبخ لهم إيه؟ قالت له ما على النار إلا الحجر والماء، جايبة حلة وبحط فيها حجارة وبولح تحتها، لما الولاد يتعبوا من كتر البكاء يباتوا. فبقول لها أنت ما بتقوليش ليه ما بتقوليش لعمر بن الخطاب؟ قالت له الله الله في عمر. سابها سيدنا عمر وجري على بيت المال، جاب دقيق وجاب سمنة وجاب زيت، وجه يجري كان معاه سيدنا عبد الرحمن بن عوف، أكلهم وشربهم وشبعوا، وراح قعد هناك عند الجبل. فعبد الرحمن بن عوف بيقول له يا أمير المؤمنين الجو برد هيقطع هيقسم ظهرنا. فقال له والله يا ابن عوف لن أتركهم إلا وهم يضحكون مجبور الخاطر كما جئتهم وهم يبكون. الله عليك يا مولانا، نطلع نشوف تقلنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية. أبكوا معنا. وما تنفقوا من شيء فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. مهما أنفقت ومهما فعلت فإن الله سبحانه وتعالى سيوفي لك إنفاقك ويجازيك على إنفاقك في الدنيا قبل الآخرة، ولم تظلم منه شيئا. وأعظم الإنفاق وأعظم الخير أن تنظر إلى عيال الله، أن تنظر إلى هؤلاء المعدومين الذين يحتاجون السند في الدنيا بعد الله تعالى. مد يديك إليهم. عندي أولاد معاقين، بنت وولد، وبجيب لهم محفظات. تعبان
في المية، بجيبهم مية من بعيد بعد 3 كيلو، وشغال أرزقي ومفيش دخل يعني في الشهر، وحالتي تعبانة شوية يعني. كيف مع مؤسسة فعل خير لتكون عونا لهؤلاء على ضنك الحياة وعلى صعوبات الحياة؟ الناس دي في البيت ده الرجل ومعه أولاده كلهم أصابهم بلاء الإعاقة، الله سبحانه وتعالى اختبره ولكنه صبر على هذا البلاء ووقف على خدمتهم ووقف بجوارهم يخدمهم، ولكنه يحتاج إلى وصلة ماء، إلى سقف البيت، يحتاج أن يعيش حياة كريمة. مدوا أيديكم إليه، كفوا معه حتى تكون له عونا على الحياة. يا أهل الخير ساعدوا الراجل ده عشان ندخله مية عشان يعرف يراعي عياله. مدوا أيديكم لمساعدة هذا الرجل، يغفر الله لكم. هم مولودين كده؟ مولودين كده. مولودين كده؟ أيوه. وانت بينك وبين المية قد ايه؟ 3 كيلو. 3 كيلو؟ ايوه. وبتجيب الجيركن بكام ولا انت اللي بتجيبه؟ بشيله على كتفي. بتشيله على كتفك عشان ما فيش؟ ايوه. طب انت محتاج ايه يا عمنا؟ محتاج يعني رسول المية، عدد المية. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يخلف على كل من ساهم وعاون مع مؤسسات فعل خير في هذه الحالة. كل يوم بيفوت ببقى عندي يقين أكتر في ربنا سبحانه وتعالى وثقة أكتر في رأيي، إن لما قرية يوم عن يوم عدد وصلات المية فيها يزيد وعدد المحتاجين فيها يقل، يعني النهاردة فضل لنا 45 وصلة مية في القرية دي، 45 وصلة مية على نهاية الشهر الكريم يبقوا خلصوا بإذن الله. إن شاء الله لازم، إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا هيكرمنا. شوف شعب مصر حلو إزاي. طبعا 45 القرية دي اللي كنا بنقول عاوزين فيها 200، فاضل 45 وصلة، الوصلة ب 3000 جنيه، وبرضو عاوزين هناك 20 سقف عشان نبقى ربنا سبحانه وتعالى كرمنا ويجبر خاطرنا ونجبر خاطر الناس دول مولينا. هنا بس في نقطة مهمة بس قبل أسمع من حضرتك، الإخواننا اللي هم التجار، إخواننا أصحاب، لا ده أنا لازم أسأل بقى، إيه ولا تاخد الكلام مني أنا كده على فكرة. أسأل حضرتك سؤال، زكاة المال وزكاة الفطر ممكن والأفضل ليهم يخرجوا؟ طبعا زكاة الفطر دي فرض علينا في الشهر الكريم. زكاة المال لو كل حد عايز يطلع زكاة ماله، معروف إن الحسنات بتضاعف في الشهر الكريم. صحيح. أنا شخص بشتغل وعندي مال وعايز أطلع الزكاة وطمعان في الفرج الكبير والحسنات الكتير، خرجها في الشهر الكريم والأيام دي؟ رمضان شهر البر وشهر الصدقة وشهر الإحسان، شهر مضاعفة الثواب، شهر مضاعفة الأجر. ربنا سبحانه وتعالى قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ربنا سبحانه وتعالى هيبقى قدام جزائك، هيبقى قدام عطائك. فلو ربنا كرمك بقى وجيت زكاة المال وبتطلعها هنا في الأيام دي في الشهر المفترق ده، ما بقتش الحسنة بعشرة، ده انت بقيت ناصح خالص وبتتعامل مع ربنا ان هو المعطاء عشان تاخد الصدقة بسبعمية ضعف. والله سبحانه وتعالى عنده الكثير، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فلا تنسى الأجر في هذه الأيام، وقدامك أيام بقت بسيطة. أنا فاكر إن إحنا لسه مبارح كنا بنقول جه شهر رمضان، إنما دلوقتي بنقول مشي شهر رمضان. بس أنت ما تحزنش إن شهر رمضان عدى، ده أنت تحزن لأن رمضان جاي. أنت تحزن على إنه مش عارفين هيجي عليك رمضان تاني ولا لا، يغفر ليك تتصدق فيه ويقبل منك. فأعط الله سبحانه وتعالى من مال الله سبحانه وتعالى، فالمال مال الله والعطاء عطاء الله سبحانه وتعالى، والفقراء عيال الله. فلا تبخل بمال الله على عيال الله،
يجازيك الله ويعطيك عن الحسنة 700 ضعف هنا في الدنيا، ويوم القيامة يكون كتفك مزاحما لكتف النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نورتني وشرفتني فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي، فعلا أنتوا كيان يحق التقدير والمسؤولية، فيش أفضل من أن احنا نساهم ونعمل خير. مؤسسات المجتمع المدني بتبقى الزراعة للدولة العظيمة الكبيرة، لكل يوم مؤسسات فيها بتعمل خير. إن شاء الله بإذن الله نلتقي غدا في نفس الموعد. كانت معكم نال طيب في أمان الله.